السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الخوت اليوم في هذا الفيديو عندنا واحد المجموعه ديال الفنانه اللي كيوجهوا رساله مباشره للوزير الوصي على القطاع ديال الثقافه السيد وزير الثقافه. الفنانه راه ما كيطلبوا حتى شي حاجه وما تطلبوش شي واحد باش يقدم لهم الاحسان بقدر ما انهم ما كيطلبوا الحق ديالهم من وزاره الثقافه كيف جميع الدول الان في هذه الجائحه ديال كورونا وفي هذه الجائحه ديال الحجر الصحي قايمه بالواجب ديالها بحال المانيا بحال الجزائر اللي هي الجاره ديالنا وبحال يعني بعض الدول اللي هي راكم كتشوفوها كيفاش انه ما خصو دعم مالي للفنان. وبالتالي حنا ما كنطلبوا حتى شي واحد يعني ولا كنديروا الاستجداء بقدر ما كنطلبوا الكرامه ديالنا الكرامه الفنيه ويكون الفنان المغربي عايش بخير وعلى خير. ومن هذا المنبر مازال كنشدوا الرساله ديالنا لصاحب الجلاله باش يخرج لنا مؤسسه الرعايه الاجتماعيه للفنان المغربي وكفانا باش نبقاو دائما يعني كنديروا في هذه الفيديوهات وديما كنصرحوا بالظلم والجور اللي كيلتحق بالفنان المغربي. خوتي اليكم الان الفيديوهات. هذه فنانة من الفنانات اللي كتعاني هذه مدة ديال عامين اللي ما خدمناش. كنتمنى ان الوزارة دير واحد الحل لهاد الممثلين ساكن اللي ما خدامينش اللي ما كيخدموش ولا هذا دو طون زون طون عاد كيخدموا. واش حنا منبودين؟ واش حنا منسيين من هاد البلاد؟ واش هاد الممثل ما عندوش الحق في هاد البلاد؟ واش هاد الممثل غير كيناضل في سبيل الله بلا والو بلا حقوق بلا والو؟ ما عندنا ضمان اجتماعي، ما عندنا خلصه شهريه، ما عندنا حنا مياومين. الا ما خدمناش راه مازال ناكلوش. ودابا في هذه الازمه بغينا نعرفوا وزاره الثقافه اشنو دارت لنا في هذه الازمه، اشنو غادي 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 تكفل بهاد الممثلين اللي مساكن ما كيخدموش ولا 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 غير زايدين حنا فوق هذه الارض. سيد الوزير، بغينا نعرفوا شنو الوضع ديال الفنان المغربي في ظل هذه الجائحه والوباء ديال كورونا، علما انه اطلقت العديد من المهرجانات والانشطه الثقافيه والفنيه. بغينا جواب شافي. سيد وزير الثقافه، انت ادرى بوضعيه الفنان، طبيعه عمله اللي غير مستقر، وحاليا كاينه ظروف استثنائيه كتعرفها البلاد، وكاينه مجموعه التدابير اللي دارتها الدوله في اطار دعم المواطن الفقير، وكاينه مجموعه ديال الفنانه فقراء. لابد من السيد الوزير يكون التدخل ديالكم في اطار تسريع مجموعه حلول باش يدعم فيها الفنان ويعيش هو ظروف ملائمه في الظرفيه الخطيره اللي كتمر منها البلاد. سيدي الوزير، الفنانه ماشي كلهم لاباس عليهم. الفنانه سيدي الوزير تعيش من الاعمال الفنيه، والان الفنان يعاني لأنه في خلص ديالو سيدي الوزير من الأعمال الفنية، وتجيب الماكلة لوليداتو من الأعمال الفنية. ولهذا ندعوكم سيدي الوزير للنظر في وضعيته حتى يتمكن من ضمان كرامته وضمان قوته وقوت عائلته. شكرا سيدي الوزير. السلام عليكم. رسالة إلى السيد وزير الثقافة. أين نحن من الإعراب في ظل هذا الحجر الصحي؟ سيد وزير الثقافة، عن التدابير والإجراءات اللي تم اتخاذها تجاه الفنان المغربي اللي كيتخبط في عتبة الفقر. وحنا ملي كنتبعوا الاخبار كنلقاو مجموعه من الحكومات، مجموعه من وزاره في دول اخرى اللي كيعترفوا بالفنان كفنان انهم عطاوهم الحق في العيش الكريم، في كل ما هو يعني يخفف عليهم من وطأة هذا الوباء. فسيد وزير الثقافه، نحن بدورنا نسائلك عن ما هي التدابير والإجراءات اللي خديتوها تجاه هذا الفنان اللي كيضحي بالغالي والنفيس من أجل رفعة وسمو الوطن. اللي جا هذا الوباء الخطير، الله يحفظ جميع المسلمين والعالم من هذا المرض هذا الكورونا، أول ما كلاو الدق هما حنا. علاش؟ تسدوا جميع القاعات، يعني ما عندناش حق نقدموا، وحنا كيخصنا نحترموا التعليمات ديال الدولة واللي قالت وزارة الصحة نبقاو في المنازل ديالنا، وهذا واجب وواجب وطني
ومشكورين الوزارة عليه، مشكورة وزارة الصحة ووزارة الداخلية على هذا المجهود. ولكن احنا الآن في مشكل، مشكل كنعيشو من هذه المهنة، ما عندناش شي مدخول قار من شي جهة، إلا ما خدمتيش قدمتيش العرض ما غتخلصش. إذن الرسالة كنوجهها أنا دابا مباشرة للسيد الوزير الثقافة. سي وزير الثقافة الله يخليك، كما كتعرف حنا كنعيشو من هذا الشيء ياك، وجميع القطاعات لقاو لها حلول إلا القطاع ديالنا، القطاع ديال الفن وديال المسرح، وهذا مشكل ما عندناش حنا ديال الأطفال، عند الناس ديال المسرح، الموسيقى، المغنيين اللي كيخدموا في الملاهي، كلهم هاد الناس هما ريحوا، وحنا الناس عندنا حنا وليدات، عندنا عائلات ديالنا كنعيشوا من هذا الشيء. إذا سيد الوزير السؤال اللي عندي، اش غنوكلوا حنا دابا الان لولادنا باش غنخلصوا الماء، باش غنخلصوا الضوء، باش غنجيبوا الدقيق، باش غنجيبوا الزيت؟ اذا باش، هذا هو السؤال اللي كنسولك السيد الوزير، واش انت حنا تابعين لك ولا لا؟ واش